واو واو واو، ميروسون كواري من أجمل الأماكن اللي ممكن تزوروها جنب كيبيك. هي زي بحيرة صغيرة وحلوة كتير ومش بعيدة في أولد تشيلسي. طبعا هاي بحيرة صغيرة بس حلوة كتير، دخليتها $10 للأدلتس لكل نهار، وجميلة جدا ونقية وفيها أماكن تجلس وتنبسط. بس اللي أحلى إشي ممكن تسووه في غاد تعملوا، ممكن تتعلم سكوبا دايفينج، عجبتكم القناة بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب لايك كومنت وشير.